قبل 15 يوما من افتتاح بطولة افريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2022، تم بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الكشف عن التميمة الرسمية للمنافسة والتي تحمل اسم القبطان. التحدي الاول هو النجاح في التنظيم، وهذا الان يعني البوادر نتاعو بدات تبان، وباشراف طبعا سي رشيد اللي هو الان مطالب باش يخدم موش تروا شيفت ولكن كات ولا سانك شيفت في 24 ساعة باش نقدروا، لانه الامر يتعلق بصورة بلادنا وقدرة بلادنا على تنظيم هكذا تظاهرات رياضية. والتحدي الثاني ايضا واللي هو راح يكون على مستوى المربع الاخضر، واللي ننتظر ان شاء الله التشجيع الدائم والمستمر للجمهور الجزائري لفريقنا الوطني. تميمة الشان التي ستتواجد بكل مكان ترحيبا بضيوف الجزائر خلال هذا العرس الكروي هي بداية مرحلة الترويج للموعد الذي أنهت الجزائر تحضيراته على جميع الأصعدة وعلى مستوى كل المدن المستضيفة للمنافسة. كلنا معنيين بهذا الترويج للتظاهرة، كلاعبين قدامى، كوسائل إعلام وطنية ولا خاصة، كلنا معنيين. ما احنا منعو حتى واحد يروج الامر اللي حتى نظموا الجزائر بلدنا، ماذا بينا الكل من جهته يدير ما بيوسعه باش يروج لهذا التظاهر. ونا تروفي ان تيران دونتونت افيك لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول بور اوفرير اونكور اون كاتريام فوا اون فونيتر او مواد نو ديبي دو مواد جانفي بور بيرميتر او ديفيرون جورناليست كي نون با بو سانسكرير سور لا بلاتفورم دو سانسكرير. نعطيكم برك معلومه بين قوسين، حتى اليوم تجاوزنا 1100 اذا ماني شغلت طالب من اجل يعني لا كوفيرتور تاع ليفينمون هذا. احتضان الشان فرصة للتأكيد على قدرات الجزائر في تنظيم مختلف المنافسات الرياضية، كما سيكون موعدا للظفر بلقب يغيب عن خزائن الجزائر.